مرحبا يو جايز. الفيديو شوي مختلف عن انا شو معوده اقدم لكم، لانه بهذا الفيديو رح عم شارك معكم اكثر 5 برفيومز او بادي سبلاش بادي مس انا بحبهم وبنصح فيهم لفتره الربيع وفتره الصيف. بس قبل ما بلش احكيكم عن كل وحده، احكيكم كل وحده اي مطب بحب استعملها وشو بتذكرني بشمها. اذا انتم جديد لكم مرحبا يا اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب ملون، بحب اعلمكم تعرف تعمل الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس اوفر. بجرب فوت لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. الميك اب على وجهي اوريدي طلع الفيديو رح احط لكم اياه بزاويه سكرين بخانه المعلومات تحت، بخانه المعلومات تحت بتلاقوا كل شيء حطيت على وجهي ديسكاونت كودز وتلاقون كثير تفاصيل غير. قبل ما نبلش نحكي عن 5 اميزنج سنتس، اذا انتم بتحبوا كل شيء سويت بس بنفس الوقت سكسي اند كلين، ما بديك تستعمل لايك كومنت اند سبسكرايب دوجا اسمون حتى كلمة شبشب تبدأ في الفيديو، لأن طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. سو على سريع، الميك اب له 4-5 ساعات على وجهي، اكلت وشربت سو كل اللي عملته انه رجعت عملت ريفرشينج للميك اب لشفافي، عم صور على الضوء الطبيعي والمستح بتروح الشمس. واذا شايفين شوية في خيال تتعرفوا ليه. رح اقول لكم اذا انا شريتها او اذا وصلت لي فور فري وكل وحده شو رايي فيها، لانه هدول البرودكتس عن جد هول البرفيومز هدول هن رايي. ورح اقول لكم اذا اوريجينال سانت، لانه ذا اوريجينال هي كثير قريبه، واذا لا. سو انا كثير صريحه بهول المواضيع، كيب ان مايند هذا رايي. انا بحب سمثينج ذاتس كلين، بيعطيني ريحه النظافه بنفس الوقت سويت، ما عندي مشكله يكون فلور، بس بحب اكثر الفروتي، وبحب يعطيني شيء ذات سكسي. سو رح بلش لكم من اكثر وحده بحب اخرج كل يوم اون ذا جو، ولا اوصل لاكثر شيء اللي هي سكسي بحطها اذا كان عندي مناسبه اكثر. انا وانا ميك ان امباكت، بس كون بفصل الربيع وفصل الصيف. كيب ان مايند انه هيدا رايي بيز على انا شو بحب. رح جرب قد ما في افسر لكم شو هن روايح، هاو ذي سميل لايك. كيب ان مايند انه في كثير من النوتس تبعهم انا ما بعرفهم وما بقدر افسر لكم مضبوط لانه ما انا شغلتي، بس حبيت نشارك معكم هيدا الشيء انه هيدا موضوع I love watching these kind of videos. رح بلش بأول وحدة. أول شيء في عنا الألياك بادي سبلاش اللي هي على مسك الطهارة. سو هيدي رح بتشوفوها كاملة، لأن أوريدي كان عندي ميني سايز منها خلصتها، موت عليها موت عليها، وهي رجعت بعثت ليها فور فري. سو توايس لكن عندي إياها أنا ما اشتريتها وصلت لي فور فري. I love the smell. سو رح أشرب من كل وحدة لأنه I wanna smell them all، لأنه بحبهم. هيدي ريحة مسك الطهارة the clean scent، بس في نفس الوقت السويت بشكل انه I love the smell on the go خارج الربيع وخارج الصيفية، اصلا خارج كل السنة هي هيدا. بس especially بهيدول الفصلين و especially باخر فترة عم حطها نمستاط للصغير خلصت على الاخر، I love it. so اذا انتو بتحبوا ريحة مسك الطهارة ما تفكروا فيها انه ريحة النظافة بس، فكروا فيها with something that's sweet. هيدا من أكتر الأساس اللي بنصحكم فيها، وما تفكروا إنه بادي سبلاش يعني مش حضاين كل نهار. you'll be smelling this one كل نهار. I highly highly recommend it. رح بتلاقوا لينك لألياك بيج بخانة المعلومات تحت، so definitely شيكوا خانة المعلومات تحت لما تلاقوا فيها كل شي details. ما بعرف ليش الكاميرا مش عم تعمل فوكس على إيه. so now let's move on. my number two هي original، بس اكيد بعرف كثير محلات ما بقى اول شيء ما انا موجوده هيدي البراند بقى بلبنان. you can find it on online shops، وبعرف انه في كثير عالم بيبيعوا كوبي اي له. اوكي بس I have the original one يلي هي الفيكتوريا سيكريت سيتوسمي يلي هي الفراجرنس ميست. انا عندي هذا الشمر وان، مخلصه من هيدي شيء 7-8-9 بحياتي. this used to be my absolute favorite. recently عم برجع استعمله انا I love it. رح رش منهم كلهم. you're gonna see me smelling all of this. هيدي للعالم يلي بتحب الفواكه، ريحة الفواكه بنفس الوقت السويت، بنفس الوقت فيها sexiness مش طبيعية. I highly recommend this one. لأن عندي إياها فيها شمر، so بتعطيكم glow حلو وخارج الصيفية أكتر، بس في منها بلا شمر. I love it. Unfortunately Victoria's Secret is no longer available in Lebanon. بس عن جد I absolutely love this one. I highly recommend this one. so وقت يكون بدي شي خارج كل يوم on the go بس بنفس الوقت more fruity عن هيدا، I will go for Victoria's Secret لأنه عن جد it's such a great one. كان عندي عند الماما وحدة فيها نكزة صغيرة، so استعملتها was like أنا عندي وحدة كاملة بالبيت ليش مش عم استعملها. so I went home، مش مطرح ما أنا هون، بيتي I got this وبعدها معي. عن جد I use it وقت يكون بدي شي fruity sexy sweet amazing.
I can smell this one عن بعد 50 متر قد ما بحبه وبعرف كل حدا بيحطها لهيدي عن جد. هلا في عنا هيدي اللي انا حفرجيكم اياها منا الاوريجينال وان ذا فيكتوريا سيكريت اكيد انا اشتريتها موصلي فور فري اي ويش لو بيصير لي قصص فور فري اني واي ذات ويل بي دريم كوم ترو تاتا توصل انه قصص فور فري من فيكتوريا سيكريت يو ريتشينج ا هاي هاي ليفل ام ستيل لايك كثير على الاوتوبس I don't mind buying it, and I absolutely love it. هيدي من الأوريجينال برفيوم. هيدي كوبي A, بس it smells like the original perfume. So أنا أول مرة وصلت لهيدي, وصلت لي شانتيون, أو كيف يسموها sample size. جربتها وكتير كتير حبيتها, so I did buy it in a fuller size من نفس البيج, يلي هي الهير from Burberry. So بتجي هيك علبتها, وهيدي هي البرفيوم. I love it. هيدي من البرفيوم that sweet, floral, تحسوا فيها فواكه نفس الوقت that sexy. So أنا وقت يكون عندي مناسبة مش خارج كل يوم, إذا يكون عندي شيء on the go, هيدولي بحسهم أكتر feminine young صراحة. هيدي بس حطها بحس كأنه هيك like lady. أنا مجوزة عمري 34, لح بيصيروا 34, still 33, ميتا موز بيصيروا 34, بس anyway هيدي when you wanna feel like a lady make an entrance ريحتي كتير حلوة, كتير 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 منصحكم فيها. I absolutely love it. هيدي ما رشيتها, لازم رشها, رح رشها بالكاب تبع. I love this smell, عن جد ريحة كتير كتير بحبها. I highly recommend this one. Keep in mind انا بتكون تعرفوا من تشتروها لانه sometimes بتكون الريحة more alcohol. اكيد انا في عندي حدا بالشغل co-worker, لوكرت احد لوكرتي, she had the original one. If you can buy the original one, which I'm planning to buy one day, حقا يمكن $135 على duty free إذا ماني مغلطة. I'm gonna save and buy it, the original one, لأنه هيدا الكووركر بس تفوت على اللوكرز I can smell it, بس تقطع من حد بالشغل I can smell it. So highly recommend this one, and yes, not the original one, but أنا I'm gonna get the original one very soon. Most probably أكتر واحدة بحبها من كل اللي هحكيكم عنها هي هيدا, أو هيدا بلا مبالغة وقت يكون عندي مناسبة like مثل مبارح كان أحد الشانيني على عيد اللي هكون عم حطها لهيدا البرفيوم يلي هي هيدا من جوسي بيوتي اسمها دلشت شيك. سو اول مرة انا اشتريتها بمصرياتي, تاني مرة وصلت لي فور فري, او بالاكتشي كنت عم بعمل اوردر, عارفوا بالاوردر تبعي, سو they did send it for free, ما خلوني انا اشتريها. برفيومز تبع جوسي بيوتي اللي مش مجربون كتير بنصحكم تجربون. جوسي بيوتي از ميك اب انا كتير بحبها, از فراغرنسز كتير كتير حلوين, وهي دولي الفراغرنسز هاي كواليتي كباكجينج اوكي ككل شيء, tons of smells. So شو ما بتحبوا لح بتلاقوا باللاين تبعون, plus ضيان كل نهار أكتر من original perfumes أنا عندي إياهم. أوكي مش جايبتهم من لبنان طبعا أكون مغشوشة, جايبتهم من برا. I absolutely love this one. هيدي هيدي عن جد لحرشة حالي لأنه I love it, I love it. هيدي بس شمع عن جد تجيني شعور أنه أنا عم شم ريحة الخريف, ريحة الربيع والصيفية كلها, something that's completely fruity. في شم فيها passion fruit بنفس الوقت floral كتير خفيفة, بنفس الوقت something that's very sweet. مش عم نحكي فانيلا, عم نحكي كأنكم انه شيء كتير طيب. I love it. يعني انا personally اذا بتنصحكم جيبوا one بلكم جيبوا هيدي, اذا بتحبوا something that's sweet بنفس الوقت fruity, اذا بتنصحكم جيبوا اثنين بلكم جيبوا هيدي وهيدي. هيدي خرج كل يوم وهيدي إذا عندكم مناسبة. I absolutely love them. وآخر ما بدي أحكيكم عنها, unfortunately الباكجينج أنا تبعي الليبل تبعها راحت, بس هي من ميساء سيكريت اللي اسمها ليالي. هيدي الوايت, في عندهم وايت أند بلاك, وايت أند بلاك اسمها التانية وايت. هيدي ما فيها وايت ماسك, هيديك التانية فيها بلاك ماسك. أنا ما بحب بلاك ماسك, وايت ماسك I absolutely love. So هيدي من البرفيومز يلي I barely used لأنه ماني بحاجة غير رشة وحدة أو رشتين ماكسيموم. وقت يكون عندي سهرة I wanna make an impact, full on dressed, كل شيء. هيدي البرفيوم يلي بنصحكم فيها نون ستوب. هيدي وصلي مع هير ميست كتير حبيتها, حبيت ريحتها. وصلي مع ميست فينا نرشها على الفرش, فينا نرشها بالسيارة, فينا نرشها على تيابنا.
هيديك عم بستعمل نون ستوب هي الريحه. اذا انتم بتجوا لعندي على بيتي هيدي هاو ماي سمال هاو ماي هاوس سمال ماي هوم سمالز، لانه برشه وين ما كان بعد ما خلص تنظيف اليومي برش منه وانس بكل اوضه، وكثير ريحتها بتعقد. برفيوم هيفي برفيوم، بنفس الوقت فيها سويتنس كثير حلوه، فيها الوايت ماسك هي كثير حلوه، بنفس الوقت هي سمثينج ذات سكسي وين يو انتر. هات تيرنر هيدي definitely العالم يعتبروا مرشة، أو تسألكم شو حاطين برفيوم، لأنه كل مرة بحطها أم asked أنا شو حاطة. هلا أنا مفروض إنه لزقة بالألتيكو، I cannot find الألتيكو ولا أي مطرح so that's why أنا لزقة، بس it's such a good perfume وكتير بنصحكم فيها. حتى البوكس تبع إذا بتكون تهدوا حدا، هيدي طلعت رمضان الماضي، هلا أنا عم صور بوقت هيدا عم صور برمضان، ما بعرف إمتى نزل الفيديو، بس طلعت رمضان الماضي وعملوا لها بوكس كتير حلو. البوكس عندي إياها كتير giftable، يعني إذا أنتوا رايحين عند حدا بتكون تهدوا شيء، ما بتكون تهدوا معكم حلو أو تهدوا شيء للبيت، you wanna get something for المرة يلي هي المسؤولة عن البيت، لأمكم، لحيال حدا على العيد، كتير حلو البوكس وكتير بنصحكم فيها. وأجان كتير حلوة و it's something especially بستعملها إذا كان عندي سهرة أكتر من ما أنه مناسبة، هدول أكتر المناسبة يعني خرج something that's light. بس I love it. مع أنه أنا ما بحب الـ heavy perfumes، هيدا من الـ perfumes اللي أبداً متوجع لراسي، and I love the smell of it. Anyway، هيدا كان فيديو سريع تحت أحكيكم عن fragrances أنا كتير بحبهم، أنا keep them with me، so أنا مني ببيتي، أنا عم روح وإجي between two places، وهيدول اللي عطول معي، أنا adore applying them، وهول من القصص اللي بيضاينوا، بنسأل شو حاطة تكون حاطتهم، أنا absolutely love them، وهيدا كان رأيي فيهم كوني شخص بحب something that sweet, fruity, clean، نفس الوقت سكسي. anyway بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو شوي غير عن ما انا معودة حط لكم، بس حبيت شارككم معكم لانه بالبيوتي في عنا قسم الفراغرنسز وهذا شيء كتير قليل تحت احكيكم عنه، فقلت لح بيكون فيديو مناسب انه اعملكم هيك واحكيكم عن هذول الخمسة المفضلين عندي. keep in mind انه هذا رأيي، وبيهمني اكيد اعرف رأيكم اذا حبيت هذا الفيديو انكم تعملوا لايك للفيديو، كل ما بتعملوا لايك اكتر كل ما بتكونوا عم تخبروني انه هذا ستايل اوف فيديوز نحن حبيناه، بركي بصير اعملكم فيديوز خارج الخريف والشتوية إذا حبيت هذا الفيديو عملتوا لايك إناف. كمان إذا حبيت هذا الفيديو أو في عندكم فراغرنس أنتم بتحبوها أو مجربين حيالة واحدة منهم، تقول لي بخانة التعليقات تحت، بحب كتير اسمع رأيكم ببرودكتس أنا مجربتهم أو أنا مش مجربتهم، بركي بجربون على فضلكم أنتم بصيروا مفضلين عندي وبذكرون بفيوتشر جيفويز. كمان ما تنسوا تشيروا هذا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتوا اللينك وأكيد تعملوا سبسكرايب على القناة تبعي، دوروا جرس هون حكيم سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو عم طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. كل شيء تحطوا على وجهي ديسكاونت كود وين بتلاقوا كثير تفاصيل غير هن بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لكثير فيديوز أنا عملتهم بيعلمكم كيف أحسن الميك اب تبعكم أو ريجاردينج الميك اب كولكشن أباوت يور بيوتي إيفريثينج هن بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لأول أوف ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز اللي بتكونوا بارت أوف ماي ديلي لايف، شو بحملوا فولو علي كلهم especially انستغرام، انا كتير اكتب على انستغرام وفي مثل سوبرايز صغير اللي بيحضر الستوريز تبعي نون ستوب، سو كيب يور ايز اوبن على الانستغرام ستوريز تبعي. بدي اشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوه تتحضروا هذا الفيديو، بهذا الوقت كان فيكم تعملوا كتير قصص صغير بس انتم بتعقدوا وقررتوا تقضوا هذا الوقت معي، انا لاف يو لاف فور ذات. هلا اللي عم يحضر الفيديو للاخر اكتبوا لي كلمه او هيدي الجمله delicious blossom بخانة التعليقات تحت، تعرفون عم تحضر الفيديو للآخر، أشكركم من القلب إنكم ما عم تقفوا ولا أي لحظة من الفيديو تبعي. I love you all، وإن على رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي.